سلام فاني لاباس عليكم، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وهاد لا فيديو يلقاكم في احسن الاحوال بحال ديما ان شاء الله يا ربي. دابا كما كتلاحظوا انا كنصور لكم الشتا كطيح. شوفوا كنت زكالق هلا قبلكم، والله الا كاينه واحد الشتا. البارح بس عندنا واحد العاصفه بزاف، الريح ما نقول لكمش. ودابا راه وصلت لالمانيا، حيت انا سولت صاحبتي، والبارح كانت في نص المانيا، البارح كانت في المانيا في الليل. عرفتوا في الليل واحد الاصوات كتسمعوهم مرعبين قسما بالله، عرفتي الشجر كيتحرك بزاف، ما عرفتش واش كتسمعوني ولا لا. الشجر كيتحرك بزاف واي حاجه كطير كتضرب في الشرجم، دونك والله القسم عرفتي راه الخلعه ديال بصح ما تقدروش تخرجوا. اصلا كانوا داروا انذار باش ما يخرج حتى شي واحد مثلا نهار الحد، حيتاش الحد كانت العاصفه، اي واحد مثلا غادي يمشي يلعب كره ولا منعوا عليهم انهم يمشيو داك النهار، حيتاش صعيب وكان خايف بزاف. حيتاش فريمون تجمدت ديال بصح، حيت ما كتشوفش حتى في لا كاميرا. عرفت لقيتني تعطلت على البلاصه اللي خاصني نمشي ليها بسبب الترونسبور. كيما قلت لكم منين كيبغي يتبدل الدرايفر لواحد اخر فكيشد واحد شويه ديال الوقت، وهذاك انسان كيكون خارج من الدار كيكون ضابط الوقت ديالو، ولكن خاصني نبقى نضرب الحساب حتى الترونسبور. بحال دابا هو تعطل واحد 10 دقائق باش كيتبدل. كنتمنى ان شاء الله نوصل وما نتعطلش اكثر من هكا. يلا نتلاقاو ملي نكون راجعه للدار. انا جيت لهنا ليدل ولقيت هاد اللي كيتحطو فوق الناموسيه، كانت روحي بالثمن ديالها 35. انا نقول لكم هنا كيكون عندكم ناموسيه وكتزيدو فوق منها واحد بحال هكا انا عندي في الكارديو. صراحه زين كتخليو حتى المطله ديالكم كتخليوها رقيقه وزوينه. ها هي بالسلسله كتشوفوا العبر ديال المطله ديالكم كتشريو ليها. هذا اللي كيدير السعود الصغير ديالو ديال بلاصه صراحة زوينين بزاف راه المزيكا. أنا خديت وحدة غادي نصورها ليكم، راه عندي في الدار. بنات أنا رجعت معاكم اليوم لقيتوني غادي نمشي نفطر مع لوستي فواحد البلاصه. المهم فطور وغدا راكم عارفين الفطور هنايا الناس ما كيفطروش بكري. واحد البلاصه هنا حدانا كدير واحد العجين باللحم، دونك غادي نمشيو نفطرو بيه. نصور لكم شي لقطات من الفطور ديالنا، ونصور لكم حتى داك المحل السميه ديالو اللي ساكن هنا قريب وبغى يمشي له. وان شاء الله نتمنى تبقاو معايا حتى لافان ديال الفيديو، وما تنساوش اللي باقي ما اشتركش في القناه اشن باقي كتسناو، سيروا اشتركوا في القناه دابا 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 وفعلوا الجرس باش اي جديد ان شاء الله نحطو يوصلكم. هذا الريح باش اي جديد ان شاء الله كنحطو يوصلكم. وكذلك ما تنساوش ديروا ليا لي لايك وتخليوا ليا دي كومونتير، حيت كيعجبني الحال بزاف فاش كنقرا لي كومونتير الزوينين ديالكم، كتشجعوني باش نزيد نحط دي فيديو وندير افكار جدادين، وان شاء الله نشارك معكم بزاف ديال الحوايج. دونك خليكم معايا حتى لافان ديال الفيديو. اليوم عكس على البارح كما صورت لكم في الاول ديال
كما غتشوف لا فيديو البارح كانت واحد العاصفه خايبه بزاف، وصورت لكم واحد شويه ملي كنت غاده البنات عرفتو حتى مشيت للكافي مع لوسي وجلست، هو يعيط لي راجلي كنخاف ضروري نرجع للدار حيتاش جاوا يصلحوا لينا شي حاجه فيها خاسره دونك اضطريت انني نرجع وهدرت معاهم. ما تيشمش كتحمق ولكن كضرف العوينات، ولقيتني يلاه هدرت معاهم دابا وغادي نرجع ان شاء الله للكافي خليت لوسي تما كتسناني وديك الساعه نصور لي. كنتي هادي ديال العجين نبينها لكم في الفيديو ديالي، ولكن مع الأسف يوتيوب منع أنك تبيني ليه أنك تبيني دراري صغار في لي فلوغ ديالك دونك القناة ما كتحسش عندنا واحد المجهد كنتمنى إن شاء الله تكونوا كتسمعوني. غادي نرجع دابا للدار غادي نشوف واش كملوا هذاك الإصلاح اللي جاو يصوبوا لينا قبيله، نشوف واش مازال ليهم شي حاجه ولا سالا. وراكم عارفين اكيد غادي نخلي واحد شويه ديال الروينه دونك غادي نجمعهم. وتشهيت ندير الحوت عندي السيباس شريته وبغيت ندير بواحد الطريقه ماشي ديال الحوت اللي كنطيبو حنايا، انا تشهيته بواحد الطريقه اخرى مع البصله. عارفه الحوت ما كيجيش معاه البصله في الشرموله ولكن انا بغيت نديرو معاه دونك غادي نطيبو ان شاء الله. نشارك معكم الوصفه اللي غادي ندير، هي ماشي شي وصفه لينا، هي معروفه هذه وصفتي الخاصه دونك غادي نشاركها معكم البنات. عرفتوا انا شريت واحد الزيت ما معروفش بزاف، انا براسي ما كنتش عارفه ولكن مؤخرا قريت عليه وفيه منافع بزاف لواحد الدرجه ما تخيلوهاش، منافع للصحه منافع للوجه، وبغيت حتى نجربو ونشوف واش غادي يعطي شي نتيجه، وديك الساعه ان شاء الله غادي نشاركو معكم ونقول لكم شنو الامتيازات ديالو شنو الحاجات اللي فادني بهم. دونك ان شاء الله منين نشوف النتيجه ديالو اكيد غادي نشاركو معكم في القريب ان شاء الله، حيت اي واحد كنسولو خصوص بطبيعه الحال ماشي كلشي كيعرفو، ولكن اي واحد كنسولو على داك الزيت كيكون عارفو كيعطيني صراحه بزاف ديال الايجابيات في داك الزيت، ولكن انا ما بغيتش نشاركو معكم حتى نجربو ان شاء الله. وكما قلت لكم هو راه ما معروفش بزاف مع العلم ان فيه فوائد بزاف للصحه والوجه والشعر والدراري الصغار وكلشي كلشي، دونك ان شاء الله نجربو ديك الساعه نرد عليكم حيت ما بغيتش نشارك معكم شي حاجه اللي انا ما مجرباهاش. سلام البنات، انا دخلت للدار ولقيتوني بغيت ندير شي اكله سهله ودغيا دغيا سريعه حيتاش ما عنديش الوقت، وفكرت انني نوجد الحوت وبغيت نشارك معكم الطريقه ديالي. هي هذه ماشي الطريقه الاصليه ديال الحوت ملي كتبغيو تشرملوه وطيبوه في الفران، ولكن هذه طريقه الا ما كانش عندك الوقت وبغيتي ديري الحوت وبشي طريقه سريعه يعني دغيا دغيا يوجد لك. دونك المهم انا غادي نوريكم المقادير اللي كنحضر وغتبقاو معايا ان شاء الله حتى الوصفه في الاخر، وهي راه كتجي بنينه. اول حاجه كنجيب الحوت بحال هكا كنقيه كنغسلو
وكان كنغسلو كندير فيه شويه ديال الملحه والحامض ولا الخل، المهم على حسب اللي كان عندكم، وكنقطعو بحال هكا كنفلحو في الوسط. هذه اول حاجه. كنجيب الدراب ديالي، المهم خلاط هكا صغير، كندير فيه بصله صغيره ولا نص بصله كبيره، كندير فيه ثلاثه ديال الفصوص ديال الثومه بحال هكا، وكندير فيه القزبور. المهم وكنطحن هذا الشيء كامل، وخليكم معايا البنات. من بعد ما كيتطحن لي الخليط، عرفتوا كتقتلني البصله، انا فين ما كنطيب كتقتلني البصله عيني كيبقاو غير الدموع الدموع الدموع. المهم هذا هو الخليط من بعد ما كنطحنوا. المهم انا نوريكم شنو كنضيف معاه وكنعاود نردو يتطحن. المهم كنضيف معاه معلقه ديال الكمون، معلقه ديال التحميره، وبطبيعة الحال كندير مليحة، والحامض راني ضفتو في الاول، عصرت نص حامضة، وكندير واحد شوية ديال الزيت بحال هكا، وكنرد هادشي يتطحن، وكنضيف كذلك واحد المعلقة صغيرة ديال مركز الطماطم، وشوية كذلك ديال الهريسة. المهم هذا هو الخليط من بعد ما كيتطحن ليا، كيكون بحال هكا. هذا هو الخليط، كنضيف عليه دابا واحد شويه ديال الزيت البلديه، غير واحد شويه بحال هكا، معلقه صغيره ولا معلقه كبيره، المهم على حسب. كنخلط مزيان، وكنجيب الحوت ديالي دابا، وكنبدا ندوزو في هذا الخليط هذا مزيان، نعمرو من الداخل حتى هو. نجيب الحوتة الثانية، بحال هكا، وكنخليه واحد ساعة، ثمن ساعة، نص ساعة، باش كتدخل داك التشرميلة فيه. بحق أنا دابا حيتاش ما عنديش الوقت، دونك غادي نطيبو دابا. كنجيب هذيك اللاطه اللي غادي ندير فيها الحوت، كنستف بحال هكا مطيشه، المهم انا قطعت بصله صغيره ومطيشه بحال هكا شرائح، وكندير الحوت بحال هكا، وكنبدا نستف البصله من الفوق وفي الجناب. المهم هذه طريقه خفيفه ظريفه سهله سريعه، اللي ما عندوش الوقت يديرها. ومن بعد كنجيب داك الخليط ديالي اللي بقى، كنضيف عليه الماء حتى كتخفف هكا الخليط، ومن بعد كنكبو. وكندخلو الفران، ومنين غادي يخرج ان شاء الله غادي نوريه لكم. انا ديجا مسخنه الفران على درجه ديال 180، ما غاديش يستهلك بزاف ديال الوقت في الطياب، دغيا ان شاء الله غادي يطيب، وديك الساعه نوريكم الشكل النهائي. هذا هو الشكل ديال الحوت ديالي من بعد ما وجد، صراحه ريحه كتشهي وجابني بنين بنين بزاف. كنتمنى ان شاء الله تكونوا دوزتوا معايا وقت زوين، وهذا النهار ديالي يكون عجبكم. ان شاء الله نتلاقاو فيديو جديد عما قريب. الى هناك خليت لكم الراحه، وتهلاو فراسكم، وكنبغيكم كاملين كاملين. مع السلامه.